خلاص الاتحاد الاوروبي عاد استرازينيكا، ولكن المفوضيه النهارده بتهدد مره ثانيه انه بضروره انه الاتحاد الاوروبي ياخد اللقاحات المقرره ليه، والا هياخد اجراءات ضد الشركات المنتجه لاسترازينيكا. تمام مظبوط. الحقيقه ان في العقد اللي ما بين استرازينيكا وما بين المفوضيه الاوروبيه في شروط، من ضمن هذه الشروط ان من حق الاتحاد الاوروبي اللي هو موقع على هذه الاتفاقية أو المفاوضية الأوروبية أن تستدعي شركة أسترازينيكا وتبتدي تتكلم معاها في الشروط اللي هي خلينا يعني ما بين قوسين نقول شروط جزائية. من ضمن الشروط اللي موجودة في التعاقدات ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين أسترازينيكا أن لا يجوز لأسترازينيكا، أنا مش عارف إذا كنت لسه موجود ولا لأ. موجود. تمام. لا يجوز لأسترازينيكا ان هي تقوم بتصدير ما تنتجه حتى تقوم بالإيفاء بما تعهدت به لدول الاتحاد الأوروبي. طيب ماذا تعهدت أسترازينيكا مع الاتحاد الأوروبي في عقودتها؟ تعهدت بان هي تسلمها 90 مليون نسخة عفوا لقاح جرعة في الربع الأول من 2021، لكن أسترازينيكا في النهاردة جاية بتقول لأ أنا هسلم 30 مليون بس مش التسعين. بالتالي الاتحاد الأوروبي بيهدد صراحة إذا ما وفيتيش بالتسعين مليون أنا هستغل الشروط الموجودة في التعاقدات بيننا وبحوقف كل ما يمكن أن تصدريه للخارج من هذا اللقاح. في قمة أوروبية ستعقد الأسبوع القادم تحديدا يوم الخميس القادم، في هذه القمة سيتم اتخاذ القرار النهائي، إما أسترازينيكا تتراجع عن تصدير اللقاحات للخارج وتوفي بتعهداتها للاتحاد الأوروبي، أو سيتخذ الاتحاد الأوروبي في هذه القمة القرار بمنع، وله الحق في ذلك بناء على التعاقدات، بمنع أسترازينيكا من تصدير أي لقاحات خارج دول الاتحاد الأوروبي حتى أنتفي بالتزاماتها. النهاردة أيضا بدأت بلجيكا أعتقد من ضمن الدول التلقيح مرة تانية بأسترازينيكا زي فرنسا زي ألمانيا، عدد من الدول بدأ يرجع النهاردة عملية التلقيح بأسترازينيكا. هو في الحقيقة إن صحيح الدول اللي هي بعض الدول مش هنقول كلها يعني بعض الدول اللي هي كانت علقت التلقيح بأسترازينيكا بدأت في العودة. بلجيكا لم تعلق في الحقيقة التلقيح بأسترازينيكا، كانت مستمرة فيه، ولكن بعض الدول الأخرى بدأت في العودة إلى استخدام أسترازينيكا، ولكن زي ما بنقول تحت المجهر، بمعنى أن كل من يلقح بأسترازينيكا سيتم متابعته وسيتم الكشف عن الحالة الصحية له، وإذا كانت هناك تداعيات صحية وتحديدا فيما يتعلق بجلطات الدم اللي هناك شك ان يكون أسترازينيكا هو المتسبب فيها. دوت يعني ايه؟ يعني بمنتهى الوضوح والصراحة ان لن يتم العودة الى أسترازينيكا بالصورة الكاملة. سيتم العودة الى استخدام اللقاح، ولكن على ان يبقى دائما تحت الملاحظة وتحت المجهر، لانه لم يتم تبرئته علميا بصورة كاملة. أسترازينيكا متهم لم تثبت ادانته، لكنه ايضا بريء لم تثبت براءته، فبالتالي هيفضل تحت المجهر. ولا هو بريء ولا هو متهم حتى يتم التأكد اما من انه قد يكون هو السبب في بعض الأعراض الجانبية مثل الجلطات التي أصابت البعض، أو يكون بريء تماما من هذه الأعراض، فبالتالي يتم العودة إليه بصورة كاملة. مجدي، إيه اللي بيحصل في فرنسا؟ وهل فرنسا ستعود للإغلاق مرة أخرى؟ فالحقيقة مش فرنسا بس، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، كل الدول الأوروبية هتعود قريبا جدا إلى الإغلاق، لكن أول دولة خدت هذا القرار هي فرنسا. فرنسا رجعت تاني بداية من اليوم، أغلقت كل المحلات غير الضرورية، يعني مثلا هي كانت فتحت من فترة من حوالي 3 أسابيع محلات الكوافير وما شابه هذه المحلات، من اليوم تم إغلاقها.
حظر التجول في فرنسا سيبدأ من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وبالتالي حظر تجول، انا مش بتكلم على، بنتكلم على حظر تجول كامل، ممنوع الخروج او الدخول من المقاطعات، وممنوع الفسح لمساحة اكبر من 10 كيلومتر. بمعنى اذا كنت انا مثلا ساكن، هندي امثلة بالقاهرة مثلا، اذا كنت انا ساكن في الجيزة فهيبقى ممنوع ان انا اروح اخد عربيتي واطلع بيها لغاية مثلا مصر الجديدة. لا، هتبقى المساحات اللي هي او المسافات اللي هي بالشبه ده في فرنسا هتبقى ممنوعة، هيرصدوها بالكاميرات المثبتة في كل فرنسا وفي الاشارات، ومن سيكتشف انه او من سيقع مخالف سيكتشفون انه مخالف سيتم تحويله الى القضاء، والغرامات هتكون كبيرة جدا، قد تصل الى 500 يورو للغرامة الواحدة. دلوقتي زي ما اقول لحضرتك احنا بقينا الحركة بحد اقصى 10 كيلو الا اذا كان هناك اسباب اخرى او اسباب قوية او قهرية، وعلى صاحب السبب انه يقدم هذا السبب. جميع الأشغال تقريبا ستعود إلى شغل من المنازل، الجامعات عادت إلى الإغلاق، المدارس يتم التفكير في طبعا الجزء الثانوي، تانية ثانوي وتالتة ثانوي ما بيروحوش، بياخدوا أونلاين في البيت، ولكن بيتم التفكير حاليا إن حتى من بداية من أولى ثانوي إن هم يكونوا في البيت، الدراسة تكون في البيت، وفقط يخلوا الابتدائي والاعدادي، ونص الاعدادي يروح والنص التاني يقعد في البيت مع التغيير، لان فرنسا اعترفت زي ما طبعا ما حضرتك عارف بانها دخلت بالفعل في الموجة التالتة من الوباء. بلجيكا تقريبا على نفس الخط وعلى نفس النهج، كان في اجتماع عاجل طارئ للحكومة البلجيكية امبارح، تم الابقاء على كل الإجراءات، حتى كان يفترض أن بداية من الأسبوع القادم يتم تخفيف الإجراءات، تم إلغاء أي احتمال لتخفيف الإجراءات، على العكس تماما طلب من وزير التعليم أن يجد حل لانتشار الفيروس داخل المدارس، وبحد أقصى أن يتقدم بخطة كاملة يوم الاثنين يعني بعد بكرة، وإلا سيتم إغلاق المدارس اسبوعين قبل اجازة العيد اللي هي هتبقى اسبوعين، فبالتالي يبقى في شهر كامل. وزير التعليم مش عايز يقفل المدارس، عايز يخليها وزير التعليم البلجيكي، وبالتالي اذا لم يقوم باغلاق المدارس، اذا لم يقدم خطة لكيفية التعامل مع انتشار الفيروس سيتم غلق المدارس. برضو في بلجيكا حظر التجول ساري، وبلجيكا تبقى هي الدولة الاوروبية الوحيدة التي تمنع السفر منها او اليها بمخالفة دستور الاتحاد الاوروبي، وهذا القرار سيبقى ساريا حتى النصف الثاني او بداية شهر مايو القادم، اما نصف ابريل او شهر مايو القادم، وهذا بمخالفة الدستور الاوروبي. حتى ان المفوضية الاوروبية حذرت بلجيكا ان هي المفوضية قد تضطر ان توقع عقوبات على بلجيكا لانها تخالف الدستور، لكن بلجيكا بتقول ان شايفة ان الطريقة دي منع السفر من واليها بيقلل من انتشار الفيروس، علما ان بالمناسبة النهاردة في اكتر من 5000 حالة ايجابية في بلجيكا، و10% من البلجيك رسميا اصيبوا بفيروس كورونا. مجدي يوسف بشكرك شكرا جزيلا.